الله أكبر، استشعر أن الله أمامك وله المثل الأعلى، أن الجنة عن يمينك. كنت كده مكبر تحس أن الجنة الرسول فيها، الأنبياء، الصحابة، النعيم، وأن النار عن يسارك فيها عذاب مقيم وفيها زقوم وفيها نار. قال وأن ملك الموت خلفي ينتظرني، بس إما في الصلاة يقبل روحي ولا بعدها، وأن الصراط تحت قدمي، الصراط تحتي. واحد هذا وضع في الصلاة، كيف راح تكون صلاته؟ قطعا سيخشع وقطعا سيدرك قيمة الصلاة. إذا صليت، وباختصار إذا صليت صلوا صلاة قد تكون الأخيرة أو قد تكون هي المقبولة. يمكن ما يقبل منك إلا الصلاة، ويمكن تكون صلاة المغرب لنا ما يدرى، والله ما ندري، يمكن الآن يؤذن العشاء على بعضنا قد مات أو نحن نموت. إذا صليت فرض صلها على أنها الأخيرة، لأنك ما تدري تحيا بعدها أو لا، وقد تكون هي المقبولة، فيفتح لك أبواب الرزق من الأرض والسماء.